السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ لاباس عليكم هانين، الشتاء وكل شيء بخير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيكة ديال التفاح، وغنوري لكم الطريقة كتندير لي انا. بقاو معايا ما تمشيو فين، وغادي نبداو. بسم الله على بركة الله. نجيب البيض، عندي جوج بيضات، جوج بيضات و 150 ديال السنيدة، 150 ديال السنيدة وجوج بيضات، وعندي 50 ديال الزيت، وعندي خميرة ودانون، وعندي تفاحة مقطعة، وعندي 200 ديال الفورس، 200 ديال الفارينة. دابا غادي نطرب هادشي كامل ونعاودو نتلاقاو. نطرب هادشي كامل ونوري لكم كي جات. بعد ما سليت دابا بالتطراب البنات البيض والسكر، غادي نزيد عليه الزيت، 50 غرام ديال الزيت، وغادي ندير عليها دانون، دانون اللي كان عندكم البنات، ماشي خاصو يكون ذوق اللي تعجبكم. هاجيب هذه من قدامي، وغادي ندير خمارة معاكم هنايا مع الطحين مع الفورص، ودرت معاه واحد القبيصة ديال الملح. وغادي نبقاو نديرو، انا وريت لكم الطريقه المره الاخرى، نبقاو تغربلو وتخلطو. هذا كاع تروق الدنيا ديما البنات، ماشي غادي نجيب هذه. ودابا غادي ندير مع التفاحة اللي قطيتها، تفاحة ولا غديرو الجيت ولا دبروس، انا درت عاد تفاحة وحدة. وغادي نخلط دابا كلشي هاد الخليط مع بعضياتو بحال هكا، ما غاديش نخلطو بالخلاط ما فيها التفاح، وغيبدا يطير داكشي، فهمتوا؟ بلا ما نوري ليكم راكم فاهمين. هنايا عندي تفاحة قطعتها بحال هكا، بغيت نوري لكم الطريقة، نوريها لكم دابا. هي باقا عندي وحدة هنايا، نوري لكم الطريقة، أنا نسيت ما وريتهاش لكم. عندكم تفاحة بحال هادي، وغتكون عندكم هادي ولا باش ما كان تقديو، عتكونو باش
دابا انا حيت لي الوسط ديال الشتو هاي تقابت حيت لي هذا القواحل هنايا باقي واحد شويه هنايا خاصني نغطيه بحال هكا هاي دابا حيت لي داك الوسط ديال اللي تيكون قاص حيدتو ليها وتقطعو بحال هكا نهار درت ليها جوج تقبات مع هاد تتحيدو ليها الوسط تتكون عاد تقبة وحدة هادي فيها الجهات حيت ما حيدتش داك كامل غادي نديرها هنايا ودابا غادي نجيب هاد الطاوة ديال المول ولا ولا واش كيسمي ديال الطورطات زعما غادي ندير معاها تيبان ليكم غنديرو هنايا في الجناب بحال هكا بحال هذيك ديال الاناناس اللي درت لي معاكم ديك المره البنات بحال هكا طيحو طبعا ما هو كاع يزقيو نتوما يزقيو مالكم نتوما يا تخلعتو غنديرهم في الفران تخلعو دابا تيطيحو ها هي زقات دابا كبيرة وهذي ندير هذه صغيرة شوية وصافي هاكا تيبان ليكم شتو درتها في الجناب البنات ودابا غادي نخوي عليها هاد الخليط كامل شعلت الفرن البنات على 180 ديال الحرارة وغادي تنصاوب البنات حتى الطورطة ديال الخوخ ديال التفاح مع واحد واحد صاحب راجلي عدو الفيرما ديال التفاح وعطاه صندوق وراكم تتعرفوا دابا غير تيخسر باع صندوق بغات تاكلي بزاف وقلت غادي نصاوب بيه واحد الطورطة بعدا فطروا بيها مع الصباح باش نبقى ندير فيها غادي يطيحوا ليا دوك من الجناب غنكاد بهذا حتى ملي طيب ملي تبدا طيب راه تكاد الراس انا ما نبقى نكاد فيها وصافي هاهي غادي نديرها في الفران دابا على 180 ديال الحراره راه شعلته قبيله راه سخن شي 30 دقيقه ولا 40 غتكون طيبه بقاو معايا نتلاقاو من بعد ملي طيب ملي طيب لينا شويه دابا بقى لي خدني ما حيدتو كنت هضر مع راجلي غنديرها طيب ونعاودو نتلاقاو لكم في الشكل النهائي ديالها كي جات بعد ما درت البنات الطورطه في الفران غادي نصاوب معاكم واحد الاوكله بالدنجال داك الصغير هذا ها هو حيدتو نقيتو وحيت لي عام ما حيت ليش ما نقيتوش كامل بغات تنقيو نتوما كامل نقيو دبر راسكم تيجي بحال هكا هذاك الدنجال الصغير ما غادي نحيد ليه دابا من الوسط ديالو
بحال التفاح البنات اللي نقيت معاكم قبيله بحال هكا. مارت مالها معكسه تاعي ما تقطع طويله هاي حيدتها وبعدين حيد لهادي تاعي باش تخويهم من الوسط البنات بحال القرعة ديك الخضراء ملي تتخويوها ولا باش ما بغيت تعمرو معمرو. خويتها غنخوي هادي تاهي باش يدخل لي من السوق زعما البارح طيبت السوقو درت الباستا بالسوقو بقى ليا هاي حيدتها من الوسط تجي متقوبه بحال هكا. هاي هادي حيدتها قبيله نقطه كامله غادي نحيد هادي هذا تيسهل البنات هذا قلت يحيد التفاح وهذا في الوسط ما قاليش وحده ما قلتش هذه المره الاولى البنات راه غادي تكون غتكون زعما صعيبه باش تحيدو لكن راه ساهله في التحييد هما كاع حيدتهم كاملين هذه بقات لي من هنايا ها هي تيبان ليكم راه مطبوبة وصافي دابا غادي نجيب واحد داك اللي غادي يدخل الفران مسخني الفران على حساب طورطة ودابا غادي ندير معاكم هذا غادي ندير نزيد واحد شويه ديال السوق وديال هذا من التحت هذا اللي بقى ليا غنديرو كامل هنايا نخلطو مزيان غادي نزيد معاه الفورماج البنات ولا الموتزاريلا انا غندير في الطن الموتزاريلا من الفوق ندير معاه شويه ديال الزيت والملحه تيجي بحال هلا زاني البنات زعما شي هذاك اللي حيدت البنات من الوسط ما لحتوش ها وخليتو هنايا نديرو يطيب يا خويا قد ما دخلتو لداخل في البنجال قد ما تيجي لذيذة تجي زوينة دابا غادي نديرو هنايا هو باين ليكم شو الروينة كي دايرة الروينة 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 في الكوزينة نديرو ليكم هكا هي ما نقيتها كاملة نسيت وحدة خليتها كويه كحلة معليش
السكوت ما كمان ما نقول لكم البنات نبقى نبلبل عليكم نصد عليكم راسكم ودابا دابا غادي ندير معاه الموتزاريلا من الفوق بحال هكا تيجي بحال هكا البنجال داك الصغير ولا كان عندكم الكبير ولا اللي بغيتو انا عندي الصغير مع في الجرده دابا ما بقاش تينوض الكبير في الاخر زعما ديال الشجره نايضه هذاك الصغير مشيت مورنا مزقلاتو ودابا غادي نديرو الغذا وبعد ما طيب الطورطه وندير هذا يطيب ملي يوجد كلشي راه نوري لكم الشكل النهائي ديالهم كي جاوا ونتمنى تعجبكم تعجبكم الوصفة ديال اليوم وما تنسونيش باللايكات ديالكم والاشتراك في القناة وشكرا لكم ونتلاقاو من بعد البنات بعد ما طابت الطورطة ديالنا انا غادي نحيد ليها دابا هذا معاكم هيا نقرب لكم حدايا باش تبان لكم مزيان مبيناش هيا الطورطة ديالي نصاوب معاكم اليوم كي جات مرت مالا داك اللي ما بغاش يضوب معليش الطورطة ديال اليوم جات بحال هكا و نتمنى الطورطة تعجبكم راه تتجي رائعة ولذيذة نحكي لها طاح منها تتجي بالتفاح بحال هكايا تتجي زوينة ورائعة لما بغيتوش ديروا ليا الطما التفاح من الجناب لا ما ديروا ولا بغيتو تدردروا عليها شويه ديال السكر من الفوق دردروا عليها السكر اللي بغيتو نتوما كله ذوقه وهذا قد نجي لي صوت معاكم دابا بغيت يجي بحال لازانيا ونتمنى الطورطه ديال اليوم تعجبكم وتهلاو ليا فروسكم و بوسة كبيرة لكم كاملين يلا بسلامة عليكم باي باي بسلامة.